عاجز فعلا عن وصف مشاعري تجاهها، مشاكل لكل الناس اللي تكلموا عن ما أقرأ. راح أقدم أغنية لطيور الطائرة بمصاحبة الأستاذ مبارك بخيت المنطق بفوعي، وأتمنى أن تنال رضاكم. أنا مجرد عازف هاوي ومجرد إحساس حاب أن أوصل لكم، وأبو علي لا يزال حاضر بيننا. Thank you.
شوق الحصاد ريزي بشفاف البنات لونهم لون الربيع اللي يضحك بوجه السنابل شوقهم شوق الحصاد ريزي بشفاف البنات سلمي لو صرت ديار سلمي ليك وشوفي شنو يخبر سلمي لي لو صرت يا سلمي لي وشوفي شنو